اليوم حيكون وياي دكتور أيمن عمر، بكالوريوس طب وجراحة عامة. هو طبيب أقدم، مقيم أقدم في جراحة الكلى والمسالك البولية في مستشفى الكرخ العام، وأحد أوائل خريجي كلية الطب جامعة مستصفية دفعة 2019. إذا كان عندكم أي سؤال إذا تكتبوه بالتعليقات أو ترفعون إيدكم عم تحشون دكتور مباشرة. تفضل دكتور. يلا، السلام عليكم جميعا، ان شاء الله تكونون بخير. طبعا انا راح اسولف لكم كل شيء من البدايه الى النهايه، وعادي طبعا اي واحد عنده سؤال يريد يقاطع ماكو اي مشكله، خليه يتفضل. مشكورا. اول شيء شلونكم انتم، اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير، دراسه ماشيه وياكم. انا طبعا اللي ما يعرفني كنت معيد بكليه الطب جامعه المستنصريه. للطلاب اللي درستهم، اللي من ضمنهم دكتورة دينا ودكتورة ديمة، كانوا مرحلة أولى وثانية، بس حيتخرجون ما شاء الله قريبا. عموما أني خريج كلية طب الجامعة المستنصرية دفعة 2019، السابع على المرحلة. تسمعوني مو علاوي؟ اي نعم، صوتك واضح. تمام. من الأوائل من كلية الطب، ف راح أحكي لكم بداية عن حياتي قبل لا أدخل اليورولوجي. أول شيء أنا يعني كنت مراهق، أنا إنسان عندي جاوت، أكيد تعرفون شنو الجاوت. الجاوت هو النقرس، اللي هو عبارة عن مرض يزيد به كمية اليوريك أسيد، واليوريك أسيد باعتباره هو جزء من الأملاح اللي تتبلور وتتحول إلى هذول الكريستالز اللي تسوي هذا البين بالمفاصل وبالأصابع، وبالإضافة إلى تكوينها للرينال ستون. أحكي لكم بداية، أني من كنت مراهق كانت تتكون عندي حصو، طبعا كانت عندي آلام قوية بالفلانس، فكنت أشكي من هذا الموضوع. زين، فراجعت المستشفيات وسويت سونارات بوقتها، اكتشفت لأول مرة بحياتي كنت صف ثاني متوسط إنه أنا عندي 7 حصوات، 3 يمنى 4 يسرى، مدري العكس. المهم أني يعني الموضوع بقيت أعاني منه فترة طويلة. سبب المعاناة الرئيسي هو ترى جاوت موضوع سهل، ياخذ حب اسمه زايلوريك اللي هو ألوكيرينول، اللي هو مسؤول عن تقليل تكوين الجسم لليوريك اسيد. بس المشكلة وين؟ المشكلة انه هاني عندي سنسيتيفيتي من الألوكيرينول، فبالتالي هذا الموضوع كان معاناة بالنسبة لي. لا كنت اقدر اخذ علاج، نفس الوقت لازم اقلل كل شوية من اللحم، نفس الوقت انا انسان يعني بعدني صغير. عموما طبعا انا اسف ما اقدر افتح كاميرا لانه انا حاليا مسافر بالامارات ودا اسوق، ان شاء الله بالمناسبات الاخرى ان شاء الله. إن عموما شاء الله. نرجع لموضوعنا. بعدين الحمد لله والشكر دخلت كلية الطب ومشيت الامور حلوة وياي الحمد لله، الى ان دخلت الكورس مال اليورولوجي. بالكورس مال اليورولوجي انا كنت كلش يعني انترستد بالحكي مع الدكتور اللي يعرفه، مثلا دكتور علي وفاء. دكتور علي وفاء بالنسبه لي هو الايدول طبعا. اسمع الحكي مالته، اسمع الديسكربشن مالته، نفس الشيء كنت اعاني منه انا بالضبط. موضوع كنت كلش انترستد بيه انا. يعني ويا الوقت اقرا عن الموضوع كنت اكثر مما هو موجود بالمحاضره، زاد الانترست بيه. حسيت انه هذا المجال هو اللي اريده، حسيت انه هذا المجال هو اللي راح ابدع بيه، لانه حسيت فيه سابقا. طبعا اليورولوجي هو مو بس ستون، اليورولوجي هو مجال كبير. اليورولوجي هو جراحه كلى ومسالك بوليه، هو اي شيء يخص الجراحه من الكلى الى حد الميتس، اي شيء من هذا من فوق الى النهايه هو يخص اليورولوجي، وليس فقط رينال ستون ويوريتريك ستون والى اخره. زين، اما يعني بالنسبه لليورولوجي بشكل عام بالعراق حكوميا هو اختصاص غير متقدم، يعني اختصاص مو كلش واحد يقدر يتقدم به، لانه اختصاص يعتمد هوايه على الاندوسكوب. اذا واحد يحكي الطب اللي وين وصل باليورولوجي فاغلبه هو اندوسكوب، والاندوسكوبي شيء مو كلش مدعوم حاليا بالحكومه، فاغلبه طبعا برايفت. يعني نجي نحكي بشكل عام عن البولية. أول شيء نسأل أنه النسائية، أو العفو البنات، ليش يفوتون يورولوجي؟ أنا طبعا كلش أدعم أنه البنية تفوت يورولوجي. ليش؟ لأنه مجتمعنا، وهذا الشيء كلش مهم،
وطبيب اليورولوجي راح يشوفها هواية، انه البنية راح، عفوا، طبيب اليورولوجي راح يشوف اكو هواية من المرضى هم يعانون من الغيظ، هم نساء، والطريقة الأمثل لتكسير الحصواية هي بالناظور. فبالتالي هذا الموضوع حساس خصوصا لمجتمعنا، أنه هاي سيكينج فيميل دكتور، وإحنا الفيميل دكتور بهذا المجال حاليا كلش رير. لذلك أنا إذا أقول أنه واحد لازم الفيميل تتشجع حتى تدخل بهذا المجال، لأنه طبقة النساء بهذا الأمراض هواي. أوكي، الإيجابيات طبعا اللي عنده سؤال يقدر يقاطع بأي وقت، يعني الموضوع ترى عادي، لا تاخذوا، احنا مجرد نسولف. أوكي، اسمعوني مو بس أتأكد اي نعم. اللي قاعد أحكي بوحدي. أوكي، لو إذا أحد عنده سؤال، إذا أنت عندك سؤال عادي بأي وقت توقفون. ان شاء الله هم أيوه يعرفون دكتور سمعوك. دكتور هو عادي أوكي، طلب؟ أي تفضلي. هو عادي تفتح الكاميرا وتشوفنا دبي؟ هم نتونس وياك وهم نركز وياك اكثر. تمام، هسه اخلي هاي الفقره اخر شيء، وراح نكمل تمام سالفه على اليورولوجي، اشوفكم دول. تمام اي، فاني خلصت كليه الطب، معدل الحمد لله والشكر زين، وكنت من الاوائل، تشجعت اكثر من ادخل اليورولوجي. بعد ما توزعنا باليورو، اني ثاني مقعد حصلت، توزعنا على المستشفيات، اختاريت مستشفى الكرخ لسبب ما. رحت مستشفى الكرخ، بالبداية استشاريات، الاستشارية نوعية الكيسات، طبعا مثل ما تعرفون تأكيد، يعني راح تعرفون قريبا إن شاء الله، من الدوام الطوارئ أحد أكثر الأسباب أو أحد أكثر الكيسات دخولا للطوارئ، one of the most common complaints بالإمرجنسي هي الرينال ستون أو الفلانك بين بشكل عام. أوكي، الفلانك بين اللي هو غالبا ناتج عن يا أما UTI يا أما رينال ستون. فبالتالي هذا الشيء خلى الواحد يفكر انه اليورولوجي فتشي كلش مطلوب، وهو فعلا فتشي كلش مطلوب. زين، انا بشكل عام يعني ما راح احكي سبيسيفيكلي على موضوع معين، لانه احنا حكينا هو على اليورولوجي بشكل عام، على اليورو. اوكي، بايجابياته هواي، ايجابياته انه بس العفو يكون علي، ايجابيات اليورو انه هو مجال مثل ما قلنا، هو مجال كلش كومون، الناس تدور هذا الطبيب بشكل كبير. اوكي، لانه فلانك بين هو احد اهم الكوزز اوف بين. زين، ايجابيات الاخرى انه هو مجال جراحي، يعني انت السيرجن اللي راح يفوت يورولوجي هو رب النتيجه راح يكون سيرجن. اوكي، وبنفس الوقت هو يعني احد الفروع اللي بالسيرجري اللي واحد ما يخاف بها هواي. اوكي، يعني مو كلش مجال خطر ومثل بقيه السيرجريات. هو طبعا هو سيرجري بمخاطر بمساوئ، هذا الشيء واحد لازم يخلي باله. اهم شيء باليورولوجي تعرف انه وين تو اوبريت وين تو نوت اوبريت، هذا الشيء كلش مهم. اذا شيء ينحل بدون اوبريشن فانت بالسيف، تقدر تمشي البيشنت هيجي. اذا شيء يحتاج لاوبريشن انت لازم تعرف شو وقت تفوت للاوبريشن، وهذا هل هذا المريض يستحق فعلا لو مشيها اوبزرفتيف الى اخره. يعني اكو هواي امور انت في وقتها ان شاء الله راح تعرف شنو التقييم الصحيح للحاله. تمام، شنو بعد بدي اقول لكم قبل لا ندخل ديب؟ زين، طبعا بشكل عام اللي يريد يفوت يورولوجي، اوكي، خلينا نحكي كعراق. اوكي، كعراق انت تحتاج معدل. ليش تحتاج معدل؟ لانه انت راح تتنافس ويا مئات. احنا دخلنا في وقت العراق صار بيه الاختصاص صعب، انك تفوت بورد صعب، التنافس على البورد صار شيء كله صعب. فبالتالي حيكون منافسة شديدة ويا عدد كبير، مو مثل قبل. قبل كانوا يتقدمون ايش قد يتقدمون 10 يقبلون منهم 8 9، يعني كان الواحد يطوف يبغى السنة الجاية. احنا هسه مئات، فبالتالي معدلك هو اللي يحكم. اكو شيء اسمه فاكتور، ما ادري هذا الشيء تعرفون بيه لو لا. الفاكتور هو عباره عن معادله معينه تنشا من المعدل اللي طلع بالكليه، المعدل النهائي اللي هي تنحسب اخر شيء درجه من 30. اوكي، فانت تدخل لامتحان البورد عندك بجيبك هلقد درجه،
من 30، فبالتالي تمتحن من 70. هذا شيء كلش ادفانتج اذا انت معدلك زين، راح يساعدك بالتنافس في البقيه. والمنافسه صعبه، وعدد الطلاب المتنافسين او عدد الاطباء المتنافسين ما بيناتهم يعني عدد كبير وبيزيد. اوكي، هذا كمعدل. يعني الرينج اذا نريد نحكي رينج كمعدل فهو يعني 72 73 الى حد نهايه السبعينات. يعني انا معدلي في وقتها 78 ونص تقريبا. انا اخذت ثاني مقعد بغداد. اوكي، وتقريبا اخر مقعد اخذ يورو دفعتي كان 71. يعني جو ال 71 بعد ما حد قدر يحصل. اوكي، هاي كمعدلات. نجي للشغل. انا قلت لكم الحكومي مو مثل البقيه. ليش؟ لانه تفتقر الى المناظير. يعني منطقيا، يعني هسه لا سمح الله انت شخص، انت او انت، اكو حصوايه باليوريتر مثلا. هاي الحصوايه هل تريدين اسوي اياها او تريد اسوي اياها اوبن، افتح السكن واوصل لليوريتر واشق اليوريتر واسحب الحصوايه، لو اكو ناظور من فتحه الميتس يعني من اليوريتر. فبالتالي الناس كلها تدور ناظور، فبالتالي هذا الشيء ما متوفر حكوميا. اوكي، اما بالتالي نجي على العمليات اللي نشتغلها احنا بالحكومي، اغلبها اوبن. وعندنا احنا شيء اسمه سيستوسكوب، اللي هو سكوب يدخل عن طريق المثانه. طبعا قالوا مستقبلا ان شاء الله، احنا ما نعرف هذا الشيء صح ولا لا، انه راح يكون متوفر نواظير، اللي هي لازم تعرفون شنو انواع النواظير. اكيد هاي تريدون تحكميها هسه، تريدون بعدين، كيفكم، الامر راجع لكم. بس هي اكو ناظور مثانه بالمختصر، واكو ناظور حالب، واكو ناظور كلى، كل واحد يختلف في طول المرونه مالته. اوكي، هاي قالوا راح تتوفر بعدني بالمستقبل ان شاء الله يكون هذا الشيء صحيح. اما بالنسبه للاشياء اللي تحتاجها حتى تكون يورولوجيست، اهم شيء الانترست. الانترست هو الاهم شيء، الباقي كله يعني ممكن تتعلمه، ممكن تتدرب عليه، ممكن يصير عندك حتى لو انت ضعيف في مجال معين تتدرب عليه تصير قوي في هذا المجال. هو حاله حال اي فرع سيرجري. انت تحتاج الى انه تكون عندك المهاره الكافيه والسكيلز الكافيه من تشتغل عمليه، عمليات الاوبن. هم يعني عمليات الاوبن ترى باليورولوجي هواي. اوكي، فبالتالي انت تحتاج سكيلز، لكن الانترست وحب الماده هو اهم من هذين كلهم. هو اللي راح يخليك، وراح يخليك تسعى الى انه انت تتدرب وتصير عندك سكيلز بين ذني كلهم. اوكي، اشياء اللي فادتني اني يعني ما ادري هذا الشيء يعني هل هو حقيقي لو مو حقيقي، بس انا شخصيا تجربتي الشخصيه اشتغلت بعض العمليات ناظوريه ويا عمامي. لاحظت شغله ما ادري هضحككم ولا لا، هاي انا انسان جيمر. جيمر مو هو الجيمر اللي لا، جيمر اللي هو اللي يلعب هواي. انا العب بلاي من انا صغير الى حد هذا العمر، انا اظل العب بلاي. انا كلش احب العب بلاي ستيشن. فلاحظت انه الموضوع مقارب للعب، صح؟ هو يعني بيه مخاطر، وانه انت ممكن تسوي كومبليكيشن كل شوية للمريض. بس في نفس الوقت اذا انت ماهر في حياتك الجيمرية ممكن تكون ماهر بهذا الموضوع. هذا الشيء للولد طبعا، بنات ما يلعبون اكيد. اوكي، زين، بعد شنو تحبون احكي لكم؟ نرجع ونقول الفيميل، يعني انا يعني كلش انصح اليورولوجي بالنسبة للفيميل هو شيء مو عيب. بالعكس، كمية الكومبلينتس اللي تجينا من الفيميلز هواي، وبنفس الوقت يرفضون أي فحص، يرفضون أي شيء، لأنه إحنا كلنا ميل أو أغلبنا ميل، كانت عندنا فيميل واحدة. زين، فأنصح الفيميل تدخل هذا المجال إذا عندها انترست بالمواضيع اليورولوجي. أوكي، وبنفس الوقت يعني تقدر تدخل بمجال، تقدر تدخل بمجال لا، يعني أو ما تدخل بهذا المجال. هذا يخليني اتذكر موضوع اللي هو ساب سبيشاليتي. شنو هي الاشياء اللي ممكن تدخل بيها بعد اليورولوجي؟ ساب سبيشاليتيز اللي تدخل بيها بعد اليورولوجي صراحه هوايه. يعني تلاعب بالك اليورولوجي هو ماينر وها هي وحد جنبي، لا ترى اليورولوجي شيء كبير. اوكي، جراحه كده ومسالك بوليه، وبنفس الوقت يعطيك بورد انك تكون مسؤول عن العقم، ونفس الوقت مسؤول عن الامراض الجنسيه والى اخره. يعني انت ممكن تروح ساب سبيشاليتي مثلا، احد عمامنا والاخصائيين مالتنا راحوا سب سبيشاليتي اندوسكوب. انت ممكن تشتغل عمليات كلها سكوبات.
اوكي، مثلا لابروسكوب، يعني انت اذا فتت اندوسكوبيك يورولوجي ممكن تشتغل عمليات لابروسكوب. كيف تعرف وش اللابروسكوب؟ واللي ما يعرف عادي يسأل. زين، اللي هي اندوسكوب طبعا، السكوبات اللي هي اليوريثرا والسيستوسكوب واليورس، يورس اللي هي يوريثروسكوب طبعا. فهذا يعتبر سب سبيشاليتي بحد ذاته. اوكي، اكو سب سبيشاليتي عقم، اكو سب سبيشاليتي استشاره جنسيه، اكو سب سبيشاليتي شنو اكو بعد؟ منو من عمامنا راحوا، المهم ماذا يحضرني حاليا، لكن الموضوع بيه سب سبيشاليتيز عديده. فواحد لا يشوف انه في الشيء هذا كلش مختصر والمجال صغير وما عندي شغل. لا، المجال كبير والشغل هواي. اوكي، بالنسبه للعمليات، قلت لكم العمليات اللي نشتغلها بالمستشفيات الحكوميه، انا احكي لكم بكل صراحه وانقل تجربتي، هي عمليات اوبن ناظريه، هي عمليات قليله طبعا، بس عمليات اوبن. هذا الشيء طبعا زين لانه راح يزيد السكيلز مالتنا شلون نفتح، وهاي حاله على اي سيرجري، هو فرع سيرجيكال مثل ما قلنا، مو بس سكوبات. وها هي اوكي، يعني العمليات اللي نشتغلها هوايه صراحه. وطبعا حال اي فرع سيرجيكال اكو مخاطر، وعندنا ديث ريت اكيد حال اي سيرجيكال برانش. اوكي، فمو الموضوع سهل ولعبه، ومثل ما قلت لكم دا اسهلها كلش، لا، عمينا بالمقابل اكو مخاطر واكو شوائك هواي ممكن تعرضك بالطريق. عمينا نرجع نقول حال اي سيرجيكال برانش. العمليات اللي نشتغلها اغلبها هيرنيا، هايبوسبيريس، مره اشتغلنا سيستكتومي، مره اشتغلنا بروستاتيكتومي، لكن هذه العمليات قليله طبعا. اشتغلنا بعد طريقه اسمها عادة فوق. دكتور اكو سؤال يقول اي كبرانش يعتبر لود مثل الجراحة العامة لو اقل لود، والتدريب على الرغم من قلة الاجهزة حيكون كافي نطلع والسكتلز؟ اوكي، انا راح اجاوبكم بكل صراحه. اوكي، قد مو الكل يعطيكم هذا الجواب. بالنسبه للود، فاليورولوجي لود طبعا، لود ارجع اقول لكم اليورولوجي لود موست، اكيد راح تشوفون هذا الشيء انتم بعينكم من تفوتون للطوارئ. موست كومن كومبلينت تجي بالطوارئ هو الرينال كوليك او الفلانك بين. اوكي، يعني فشي لود. اوكي، لكن التدريبات اللي تصير بالمستشفيات الحكوميه تخليك تطلع انت اخصائي ممتاز، تخليك تطلع انت سكيلد كبيرمننت. لا، من هو التنافسي تتوزع بورد، راح تتوزع على مستشفيات اللي بيها بورد، اللي هي المستشفيات التخصصيه نقدر نقول. هاي المستشفيات راح تكون بيها تريننج كلش كافي ان تكون عندك السكيلز الكافيه انك تصير خوش يورولوجيست. اوكي، بصراحه النواظير كامله موجودة بالمستشفيات التخصصية. يعني هذا الحكي اللي احكيه هو المستشفيات اللي احنا بيها كبيرمننسي، لكن مستشفيات تخصصية اللي تفوت فيها البورد، مثلا مستشفى اليرموك، مثلا مدينة الطب، مثلا الكاظمية، بيها النواظير كاملة وتشتغل بيها بشكل كامل بالناظور، وتطلع انسان سكيلد بشكل كامل. فلا تخافون من هذا الموضوع. يعني دا احكي هسه كله على مستوى البيرمننسي فقط. اوكي، تمام علاوي او اللي سأل؟ اي تمام ان شاء الله. اوكي، انا ما شفت راح تشيس نسيت. ما شفت راح تشيس، ذكرني على سب سبيشاليتي او شغلات على سب سبيشاليتيز. حيل عبرناها ما شاء الله بكل تركيز. زين، شنو اكو اشياء ببالكم تسالوها؟ عادي لا تستحون، يعني انا يعني معتبركم انتم صراحه زملائي، لا تشوفون بغير نظره. يعني دكتور بس انت سولفنا عن تعرفون الدراسة حال مال في حالي الاختصاص، مال شنو؟ الدراسة مال الاختصاص يعني صعوبتها سنواتها، أكثر شيء صعب تواجهك أو إن شاء الله. اي، خوش سؤال. اليورولوجي طبعا كسيرجيكال برانش 5 سنوات، خلالها راح تدرس بمركز تخصصي، مستشفى تخصصي، قلت لك هذول المراكز السناتر اللي يسمونها، اللي هي اليرموك، الكاظمية، مدينة الطب وغيرها. بهاي المستشفيات انت راح تتعلم بشكل كافي. واكو ملاحظة كلش مهمة واكيد تعرفوها انتم، بس راح اثبت لكم اياها اكثر، انه الشخص اللي يريد يتعلم راح يتعلم.
والشخص اللي ما يريد يتعلم وعنده كل شيء قدامه ما راح يتعلم. فأنت إذا تريد تتعلم حتى لو ماكو شيء قدامك راح تتعلم. أوكي، هذا الشيء ثبت ببالك. لذلك أكد على موضوع أنه الانترست هو أهم شيء باختيارك للسبيشاليتي. أوكي، بالنسبة للدراسة، الامتحان التنافسي، يعني موضوعي هو اللي أحكي به هو الامتحان التنافسي. بس الامتحان التنافسي ده يزيد صعوبة طبعا. ليش؟ لأنه الأعداد كبيرة. بس يعني إذا نيجي للواقع، الموضوع أنت ما طول عندك انترست فيه وراح تحب القراية، راح تحب مصدر. طبعا المصدر هو كامبل اللي مفروض علينا أو اللي حاطين نقرأ، المرجع هو كامبل. هو كتاب حلو والله، يعني مفصل بكل الديتيلز اللي تحتاجها حاليا واللي ما تحتاجها حاليا تقدر تسوي لها سكيب. عندي احكي كبيرمننس يهمين. اوكي، ف ما طول انت الموضوع حابه، عندك انترست فيه، راح تتونس بالقرايه. اني اركز على كلمه تتونس بالقرايه. اوكي، انت ما طول وصلت مرحله انك تتونس بالقرايه، ها هي بعد ماكو اي خوف عليك انه انت تمشي بهذا المجال. امتحنت فامتحنت، هاي انت المهم توصل لمرحله انك تتونس بالقرايه، اذا تحب المعلومه اللي تعرفها، تحب تسمع شيء تعرفه بهذا المجال، تشوف يوتيوب، تشوف عمليات، تشوف هاي شلون يسووها، هاي شلون يفتحوها. اوكي، هذا الشيء مهم زملائي، الانترست كلش مهم. فانا اريد اسال سؤال، هسه اريد اسالكم، هل اكو فيميل يعني اكو باهي هيك انه تدخل يورولوجي؟ ماكو جواب، يعني ماكو غير. إيه إذا عندكم حتى تكتبوا بالشات يعني. ليش اكو شات؟ لا يعني هو الكومنتات. ليش اكو كومنتات؟ إيه. لطيف. بس أنا قاهر على أكتب شيء بس ماكو شيء. هلا بيمن، هلا بيمن. اوكي، تمام. ما اعتقد كثير من احد مفكر. اوكي، ليش لا؟ ممكن بعدين تفكرون بالموضوع، بس انا نقلت لكم تجربتي. انا كانسان فايت هيرولوجي، اول شيء عندي باك جراوند قديمه، انا عندي جاوت وعانيت من الموضوع لفتره من حياتي. بعدين الموضوع صرت كلش انترستد بيه بعد ما عرفته وعرفت شلون طريقه علاجي وعرفت ليش اتكونت اصلا. بالمناسبه يعني لما يكون اكو عندك احد بالعائله او انت شخصيا، او انت شخصيا عندك فد مرض لا سمح الله، الله يبعدكم ان شاء الله، او احد بالعائله وانت واجهته بالقرايه، طبعا ما راح تنساه ابدا. انا ما شاء الله عائلتي كلهم مرضى، من جانب ابوي ومن جانب امي من العشيره كلها مرضى. فبالتالي هذا الشيء اواجهه ارجع من اشوفه بالدراسه، يعني كشفت المعلومه. طبعا لذلك هذا الشيء ساعدني اطلع من اول، يعني كلها مرضى طبعا. اوكي، فبالتالي انا شخصيا عانيت من هذا الموضوع. فلما دخلت فيه يعني كلش تعمقت في الموضوع وزاد الانترست عندي، قمت اقرا عنه هوايه، فبالتالي حبيته. لذلك هنا انا بدات الانترست. بعد كل واحد قصة حياته، انا ببالي جراحه وباطنيه، بس بعد مش شايف روتة اليورو ده حلو اسمه تشجيع، يجوز ليش لا؟ ليش لا؟ صدق ليش لا؟ احنا عندنا كانت فيانا فيميل صحي، يعني داومت لفتره، لكن ما عرفت انه هي كانت انترستد لو لا. بس هو انا حسب بدا اشوفه، يعني خصوصا في واقعنا المر العراقي، مريضات اليورو هوايه وما حد بيهم يروحون على يورولوجيست لان اغلبهم ميل. فبالتالي راح تلاحظون شيء، راح تلاحظون انه طبيبه جايني راح تمشي كيسات يورو، لانه المريضه تدور علاج لمشكلتها اللي تتعلق باليورو، ماكو طبيبه في ميل فتروح على الجاين. اوكي، فراح تقول انا ليه هسه ما حابه ولا شيء. زي ما حبوا ولا شيء بالطب بشكل عام، يعني كفاية الطب أصلا يعني براتش ما يهم المشكلة إذا أنت ما عندك طب أصلا. لا دكتور اظن تقصد بانه اغلبنا ما نعرف الاختصاص اللي نروح له بعدنا، فننتظر شلون يعني الروتات وهاي السوالف عم نطلع على كل الاختصاصات او اي شيء. أنتوا هسه لحد هسه ما بديتوا روتات؟ اغلبنا ثالثة او خامسة او اي شيء. أغلب خمسة، ثالثة أو خمسة. نايس، زين. الخامسة المفروض ما في روتات.
صحيح؟ أكيد يعني حسب معرفتي بدي أنا دكتور. أوكي مساء الخير يلا مو دكتور، أوكي ممكن سؤال بلا زحمة عليك؟ مساء النور حبيبي، أهلا وسهلا تفضل. اوكي، اعرفك بنفسي، انا عبد الله محمد، طالب طب مرحلة رابعة بجامعة المستنصرية. دكتور، انا بالصيف رحت أهلا روت وسهلا. بالاستشارية مال بولية، جراحة بولية اكشلي، وهواي كيسات شفت من ناحية الناظور او التفتيت. يعني مرات الدكتور اشوفه اذا واحد عنده يوريتريك ستون مرات يوجهه ناظور ومرات لا تفتيت. فهذا السؤال، يعني صحيح. مش وقت اوجهه يعني هو عادة هو بالتفتيت احنا بننصح به، بس شو وقت بيا حالة تكون يعني الحل الوحيد هو الناظور؟ اوكي انت اللي شفتها اللي قالوا له لا مو تفتيت ناظور، عشان تحصل بالكلى لو بالحالب او شنو الكيس لا، يوريتريك ستون اي حالة. يوريتريك، فقالوا له ناظور غير. اي شوف المانجمنت مال الستون بشكل عام اوكي هي يعني بيها فاريشن كبير، بداية من ازول اللي هو التفتيت الخارجي اوكي الى نعم البي ان ال اللي هو بيركيتينيوس نيفروليثياسيس، يعني يدخلون من السكن الى الكدني يكسرون حصوايه، او ناظور يو ار اس يدخلون من الحالب الى المثانه، العفو من الاحليل الى المثانه الى الحالب اوكي اللي هو من جوه الى فوق. نعم فايش وقت نستخدم هذا، ايش وقت نستخدم هذا، ايش وقت نستخدم ذاك، كل واحده بيها انديكيشن. لذلك انت لازم تكون مبدع اناف حتى تعرف انه انت ايش وقت تستخدم هذا، ايش وقت هذا، ايش وقت هذا ما راح يفيده، وبالتالي كوست على المريض تروح على الخالي بلاش، وقت هذا استخدمه ايش وقت هذا لا. اللي راح يفرق عندي هو الاشياء اللي مهمه اللي حتخليني اختار الطريقه المناسبه للعلاج، هي مكان الحصوايه نعم اوكي وحجم الحصوايه ونوع الحصوايه. الاهم من هذا كله هو حجم الحصوايه. اكو يعني حالب اكشولي هو نيجي على السايز مالته هو تقريبا 6 الى 7 ملم. انت اذا حطيت هاي ماكسيمم بدي احكي، يعني اذا كبر أي طاق من نفسه ما يتوسع اكثر من 6 7 ملم. زين انت اذا عندك حصوايه مثلا 10 ملم ونازله بالحالب، ايش راح تسوي؟ تسوي لها تفتيت خارجي؟ زين مو انت بنفس الوقت الحصوايه هاي سدت الحالب تماما، وبالتالي الكليه ده تفرز اضرار، الاضرار ما ينزل، فبالتالي ايش راح يصير بالكليه؟ حتتوسع، ندخل بحاله اسمها توسع حوض الكلى اللي هي شو اسمها تعرفوها؟ هايدرونفروسيس. عسيدك هايدرونفروسيس. الهايدرونفروسيس بيها ستيجز، اكو مايلد مودريت اكو سيفير. هذا كله نعم اذا عرفته انت راح تدخل البيشنت بعجز كلوي، راح تدخله برينال فيلير. فبالتالي انت هنا عندك مقاييس لازم تقيس عليها، هاي الحصوايه 10 ملم اذا اعطيها فرصه تنزل، زين منطقيا هو ما راح ينزل، هي الحاله 7 ملم، شلون حنزل حصوايه 10 ملم؟ زين فهذا مثلا قبل عمل، مثلا مكانها اذا مكانها فوق اعطيه مجال ازول. بالاضافه الى اكو شغله هم نسيت اقول لك اياها، هي كثافه الحصوايه اي اوكي اللي هي اذا زين دكتور، تداخل هي على اذا الشكل باللور، الفلاني. لور يوريتريك ستون عادة يعني ما يفيدها التفتيت اذا لور؟ انا سمعت ان اذا في يو جي احتمال التفتيت يفيدها اكثر. اشوف الازول اللي هو التفتيت الخارجي تقصد غير؟ اي اي الازول عاده يفيد الحصوايه اللي كدني او بالرينال بيلبس اللي نعم نازله لليوريتر، عندك الباول جازز، عندك قدامك اشياء راح تمنع من وصول الراديشن نحو هاي الحصوايه اوكي. اوكي بالفتره الاخيره صارت اكو ورشات تتعلق باستخدام الازول في اليوريتر، واحد دكاترتنا اسمه الدكتور عبد الغني راح دوره بريطانيا ورجع وده يستخدمها على بعض المرضى، لكن نسبه نجاحها صراحه مو كبيره، بس اكو مرضى نجحت لكن قليل، اللي هي استخدام الازول بحصوايه باليوريتر اوكي. بس نجي على الجنرال سبيكينج، حصوايه باليوريتر وكبيره عمليه، حصوايه باليوريتر صغيره لا ننطي فرصه تنزل، علاج تفتيتي يسموه. نعم الموضوع بفاريشن كلش كبير يعني ما ينشرح سيشن واحد، لكن بشكل عام هو هذا المانجمنت اوكي. لازم تعرف شو وقت تدخل عمليه شو وقت لا. اي بس الدكتور، يعني بشكل عام اذا باليوريتر اغلبيتها ناظور، يعني التفتيت ما راح يفيدها ذاك الاهميه. اذا نحكي بس على اليوريتر لازم تعرف تقول لي حجم، اذا حجم كبير خلاص ماكو مجال عمليه، اذا حجم صغير لا ممكن يطري نعم نعم دكتور، اوكي. اوكي شكرا دكتور. بس السؤال الثاني ممكن بلا زحمه عليك؟ جواب حبيبي بس استعاد براحتك. اوكي دكتور، انا سمعت مره انه الداياليسيس، يعني الدكتور ذكر لنا اياها بوقت اختصاصي الجهاز البولي، قال لنا الداياليسيس ما يفيد هالقد المرضى الرينال فيليا، بس يعني 10% ريموف ذا ويست برودكتس انسايد اور بادي. يقول افضل طريقه للرينال فيليا هو تبديل الكلى.
شنو رايك بهاي انت المقولة هاي يعني؟ الشيء اخذته من طبيب يورولوجيست لو نفرولوجيست؟ أم هو جراح بولية؟ شوف، انت اول شيء لازم تعرفون فرق، ترى فرق كلش كبير ما بين طبيب اليورولوجي وبين طبيب النفرولوجي. النفرولوجي هو طبيب نعم باطنية، يورولوجي هو طبيب جراح. اوكي، أي جراح. موضوع الدياليسيز هو موضوع بيورلي باطني، اوكي، لذلك ما يصير جراح يكتبيه. تمام، نعم دكتور، بس انت برايك يعني الداياليسيس تفيد هل قد يعني مرض الرينال فيلير لو الواحد يلجأ للزرع كلي افضل؟ والله شوف، بشكل عام المريض اللي عنده رينال فيلير عنده ويست برودكتس وعنده توكسيك برودكتس بتزيد بجسمه، فبالتالي هذا لو يموت لو تحاول وياه بطريقه سريعه انه توخر هاي الويست برودكتس عن طريق الدياليسيس. الدياليسيس هي حلول مؤقته، انه كانه انت دا تشغل كليه مؤقته شلون ما كان حتى تشيل هاي الويست برودكتس. اكو بيشنت يكون على الدياليسيس 2 سنين، انا اعرف بيشنت صار نعم له 7 سنين يغسل كليه. نعم اوكي، جسمه تعود على هذا الشيء. واكو ناس اللي عنده امكانيه، اللي بيه مجال، اللي يلقى متبرع ممكن يزرع كليه، يعني كني ترانسبلانتيشن ترى شيء يعني كلش جراوند من العراق. يعني اي المستشفى الحكومه بيتطور. دي يشتغلون كلش هواي ويكلي، يشتغلون كيسات ويكلي بالرينال ترانسبلانتيشن، فهذا الموضوع يتحسن جدا بالعراق. وهذا طبعا الرينال ترانسبلانتيشن ذكرتني هي احد سب سبيشاليتيز اوف يورولوجي، الواحد ممكن يبدع بيها جدا ويبني اسم كل الشباب اذا كان حابب الموضوع. اوكي اوكي، شكرا يعني انا دكتور. هل اني جاوبت على سؤالك؟ لانه نعم يعني انت برايك ان الترانسبلانتيشن هو يغني عن الدياليسيس؟ طبعا الترانسبلانتيشن انت بدك تنطي كليه هيلثي، نعم كليه الهيلثي تعطيها مجال شويه راح تبدي تشتغل بشكل هيلثي، انت حليت المشكله. لكن هل الكيدني ترانسبلانتيشن العفو الدياليسيس تغني عن الكيدني ترانسبلانتيشن؟ لا، يعني انت اذا تقدر تسوي ترانسبلانتيشن فهو الافضل طبعا. اوكي يعني شكرا دكتور. انه واحد يعيش فتره طويله على الدياليسيس، ترى الموضوع قاتل، الموضوع كلش صعب يعيش نعم فتره طويله على الدياليسيس، بيه هواي كومبليكيشن كلش هواي، وكلش موضوع مؤذي للمريض واهل المريض هم يعني. فالافضل والاحسن والاسهل هو الزرع ترانسبلانتيشن. اوكي زين دكتور، ولا طولت عليك دكتور. لا لا، خذ راحتك حبيبي، دير بالك. بالنسبة للبروستات، اذا انفلاميشن بالبروستات، البروستات سايز يكون مور سبيسيفيك انديكيتور لل البي اس اي للشنو؟ للبروستات كانسر، السايز مالته البروستيت اهم كانسر، لل... نعم تقصد للبروستيت كانسر مو للبي بي اتش؟ اي طبعا اهم شيء لتحديد البروستيت كانسر هو البي ار والبي اس اي. اوكي، نعم واكو معلومه لازم تعرفها، انه بالعكس كل ما كبر البروستيت سايز كل ما مشى الموضوع ويا البناين بروستاتيك هايبربليجيا، كل ما صغر البروستيت سايز كل ما مشى الموضوع البروستيت كانسر. نعم تمام، دكتور، فبالتالي انت يعني عندك حتى لو شغل الحجم تبني الضخم الاساسي. 150 200 يعني ما يأثر عليها، يعني مو يعني هذا specific indicator. لا 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 لا، طبعا شوف، انت ماكو شيء ثابت في الطب، هذا الشيء لازم تعرفه، اكو فاريشن كلش كبير في الطب، بس احنا نحكي غالبا البروستيت الكبيره اللي مثل ما تقول واصله 150 200، هاي اي نفكر مبدئيا انه هي بناين بروستاتيك هايبربليجيا، فقاعد اسوي له تحاليل، اذا في اس اي اسوي له بي ار شنو اللي هي بير ريكتال اكزامينيشن. اوكي اخي، ما اخليها بالجراحه المفروض، صحيح؟ نعم اي، اللي هي بير ريكتال، انه ريكتالي نفحص البروستيت باي فينجر، يعني هو اكزامينيشن، نفحص نعم البروستيت هل هي سوفت لو مو سوفت، هل هي هارد لو لا، وهذا راح يعطيني همينه فد يعني انه فكره انه هل هاي كانسرس لو بناين. اوكي تمام دكتور، وصلت شكرا العفو حبيبي. دكتور. شنو شنو؟ استفاع ساعة الإقامة يعني الشغل أثناء الإقامة؟ تقعد ساعات الشغل أثناء فترة الإقامة، شنو يعني ساعات الشغل؟ يعني أنت ايش قاعد تشتغل؟ حياتك الشخصية شلونها؟ هم مأثر عليك؟ ماخذ من وقتك هواي؟ والله هو شوفي، أنت أكثر شغلة راح من الدامين بالمستشفى راح تشوفيها، أنه عدد الأطباء هو اللي يحكم أنت قد راح تداوم. أوكي، هذا الشيء يعني قد يكون مفاجئ للبعض، بس هو هذا الواقع. يعني إذا أنت داومين مستشفى فيها طبيبين اللي هو أنت وطبيب،
فانت راح تداومين 15 يوم وهو راح يداوم 15 يوم، لانه لازم المستشفى بيها طبيب 24 ساعه، ف 15 يوم كامله راح تداومين وهذاك 15 يوم. هذا مثال دعم، مثلا داومين مستشفى بيها 100 طبيب راح تداومين ساعات كلش قليله. فمثلا اليورو هو من الاختصاصات اللي تحتاج وجود مقيم خفر 24 اور. اوكي، فهل المستشفى اللي انا بيها كم طبيب مقيم موجود؟ مثلا 6 7 8، تقسمي 30 يوم بالشهر على هذول بس. يعني هو منطقيا او غالبا اغلب المستشفيات اللي بيها يورولوجيست المقيمين الاقدمين ليداومون من 10 الى 15 كول بالشهر. اوكي، طبعا هاي من اقول كول هو ما بين خفاره 24 ساعه وما بين استشاريات وما بين عمليات، لانه يعني هاي الديوتيز هي المطلوبه من المقيم الاقدم. استشاريه تقعد ويا الطبيب الاخصائي، وعمليه همين اكيد الطبيب الاخصائي، وخفاره 24 ساعه اذا اكو شيء بالطوارئ، اذا صار كيس، اذا حاله طارئه، اذا اكو طبيب العفو مريض راقد يعاني من شيء له علاقه بالبوليه، فبالتالي يعني لازم موجود على مده 24 ساعه. تمام دكتور تمام، رشاد، شكرا دكتور. العفو حبيبي. زين نجي وين كنا احنا هسه نحكي على كملنا مو صحيح؟ ريفيو بشكل عام على اليورولوجي كملناه. وقت اي هسه على احنا السي في. بارت الاسئله، اكو احد عنده سؤال؟ اكو فد شيء حتى لو مو بس يورو، اي سؤال. أظن ماكو ماكو بعد سؤال أسئلة شباب دكتور. بعد؟ اوكي إيه، دقيقة. شكرا دكتور على وقتك، شكرا التقديم الحلو كان، استمع اه لكل هواي شغلات، والله شكرا. صدق اسمع منكم، شنو رايكم؟ شنو الشيء اللي استفاديت منه؟ شنو الشيء تحتاجوه؟ طبعا بالمناسبة يعني أنا دكتورة ديمة ودكتورة دينا يعرفوني، شو وقت ما تريدون، أي وقت عندكم سؤال، عندكم ملاحظة، لا تترددون. أوكي اوكي تمام ان شاء الله. يلا، موفقين إن شاء الله جميعا، وأي سؤال في دور احنا حاضرين. مع السلامة. مع السلامة.